القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الكتابة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي الأدب والعلم وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. ونتناول في درس اليوم علامات الترقيم. وللإشارة أعزائي الطلاب، فإن بحث علامات الترقيم بالنسبة للقسم العلمي أو للفرع العلمي هو موجود في كتاب الدراسات اللغوية، وهو موجود أيضا في كتاب الكتابة العربية. ولنا أن نوضح الفرق بينها، أي بين علامات الترقيم في هذا الكتاب وذاك. إذن درسنا اليوم هو علامات الترقيم. نتناول في هذا الدرس أعزائي الطلاب الفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطة. إذن لا يمكن الحديث عن علامات الترقيم في درس واحد، نقتصر اليوم على الفاصلة والفاصلة المنقوطة ثم النقطة. وقبل ذلك، علامات الترقيم هي ضرورة أساسية في الكتابة، بها تتحدد العبارة وتستبين أجزاؤها وتتضح المعاني وتتميز علاقاتها داخل التركيب، من ثم وجب الاهتمام بها كل الاهتمام وتعويد النفس على الالتزام بها، وذلك تحقيقا لإنجاح عملية التواصل الواضح الدقيق بين الكاتب والقراء. إذن علامات الترقيم هي ضرورية في الكتابة، وأول هذه العلامات هي الفاصلة، ولها مسمى آخر وهو الفصلة. والاسم عزيزي الطالب ضروري جدا، قد يأتي سؤال الامتحان تسمى الفاصلة الفصلة، هل هذا صحيح؟ إذن الفاصلة لها اسم آخر وهو الفصلة، وهي توضع للفصل بين أجزاء الكلام. لماذا توضع الفاصلة؟ توضع للفصل بين أجزاء الكلام، ويقف عندها القارئ وقفة خفيفة. ضع خطا تحت كلمة وقفة خفيفة، إذا يقف عندها القارئ وقفة خفيفة أو وقفة خفيفة. وأهم مواضعها ما يأتي. أهم المواضع التي ترسم فيها علامة الترقيم الفاصلة، أولها بين أجزاء الجملة أو العبارة الواحدة، بين أجزاء الجملة أو العبارة الواحدة، كما نقول الصلاة علامة المؤمن ودليل الإيمان، لا يتركها إلا فاسق، ولا يتهاون في أدائها إلا خاسر. لاحظ، عندما كنا نجعل الجملة الصلاة عامة علامة المؤمن ودليل الإيمان، الجملة هنا واحدة ولها عدة أجزاء. الجزء الأول هو الصلاة علامة المؤمن، ثم دليل الإيمان، لا يتركها إلا فاسق، ولا يتهاون في أدائها إلا خاسر. هذه الجمل كلها هي بمنزلة الجملة الواحدة، ولكن مجزأة إلى أجزاء، بين كل جزء وآخر نضع علامة الترقيم الفاصلة. إذن الموضع الأول بين أجزاء الجملة أو العبارة الواحدة. أما الموضع الثاني فإنها ترسم بعد المنادى، أو كما مر معنا في الكتاب الآخر، كتاب الدراسات اللغوية، هي التي تقع، أي الفاصلة تقع بين النداء وجوابه. يا أولادي، هذا هو النداء، الجواب أو جملة النداء، كونوا يدا واحدة دائما. بين النداء، يعني بعد أداة النداء والمنادى، نضع الفاصلة لندل على أن ما بعدها هو النداء أو هو جملة النداء. يا أولادي كونوا يدا واحدة. إذن الموضع الأول للفاصلة أو الفصلة بين أجزاء الجملة أو العبارة الواحدة. أما الموضع الثاني فهو بعد المنادى،
الموضع الثالث بين أقسام الشيء وأنواعه. ما معنى أقسام الشيء أو أنواعه؟ نقول الكلمة ثلاثة أنواع. أقسام هذا الشيء، أقسام الكلمة أو أنواع الكلمة: اسم وضعنا بعدها فاصلة، وفعل، وحرف. أين وضعنا الفاصلة هنا؟ بين أقسام الكلمة، بين أنواع الكلمة، بين الاسم والفعل والحرف. إذن اسم وفعل وحرف. إذن الموضع الثالث الذي ترسم فيه الفاصلة بين أقسام الشيء وأنواعه. أما الموضع الرابع بين الجملتين المتعلقة إحداهما بالأخرى، وغالبا ما تكون بعد الشرط، بين الشرط والجواب، أو ما فيه معنى الشرط. إذا أتيت هنا، إذا ذات الشرط فالجواب، إذا أتيت هنا فسأستقبلك بنفسي. لاحظ وضعنا بين الشرط إذا والفعل وبين الجواب فاصلة. إذا أتيت هنا الجملة الأخرى متعلقة بالتي قبلها، فسأستقبلك بنفسي، لذلك وضعنا بينهما فاصلة. بينما كنت أقرأ الصحيفة، ما الذي سيحدث؟ رن الجرس. ما الجملتان مترابطتان متعلقتان ببعضهما بعضا، لذلك نقول لابد من وضع بينهما هنا فاصلة. بينما كنت أقرأ الصحيفة نضع الفاصلة رن الجرس، للدلالة على أن بين الجملتين رابطة. بناء على التحليلات المتقدمة فإن النتيجة مطمئنة، وكأنها جملة واحدة تتعلق إحداهما بالأخرى، لذلك وضعنا بينهما أيضا فاصلة. على الرغم من فقره فهو عفيف عزيز النفس، أيضا متعلقتان ببعضهما بعضا، لذلك وضعنا هنا الفاصلة. فلنستمتع بالسباحة ما دام البحر هادئا. فالاستمتاع بالسباحة متعلق بهدوء البحر، لذلك وضعنا بين الجملتين هنا فاصلة. إذن الموضع الرابع بين الجملتين المتعلقة إحداهما بالأخرى. أما الموضع الخامس والأخير للفاصلة أو الفصلة فهو بعد حرف الجواب. ما هو حرف الجواب؟ هو نعم في الإثبات ولا في النفي. أقول نعم فهمت الدرس، وجواب لمن سأل هل فهمت الدرس؟ الموعد لم يحن، هو جواب لمن سأل هل حان الموعد؟ إذن بعد حرف الجواب نعم ولا. ماذا وضعنا بعد نعم ولا؟ وضعنا فاصلة. إذن القاعدة هنا توضع الفاصلة أو الفصلة، ترسم بعد حرف الجواب، كما في قولنا نعم فهمت الدرس، لا الموعد لم يحن. إذن هذه هي مواضع رسم الفاصلة أو الفصلة، هي خمسة مواضع نستذكرها معنا أعزائي الطلاب: بين أجزاء الجملة أو العبارة الواحدة، بعد المنادى، بين أقسام الشيء وأنواعه، بين الجملتين المتعلقة إحداهما بالأخرى، وأخيرا بعد حرف الجواب. هذه مواضع الفاصلة أو الفصلة. أما العلامة الثانية فهي الفاصلة المنقوطة، وهذا هو شكلها: الفاصلة وتحتها أو وتحتها نقطة، وهي تدل على وقف متوسط. مرة معنا الفاصلة يوقف عليها وقفة خفيفة، أما هنا تدل على وقف متوسط، ونفرق بينهما لأن فيهما سؤالا امتحانيا لا ننسى. الفاصلة نقف عليها وقفة خفيفة، أما الفاصلة المنقوطة تدل على وقف متوسط، وهي تقع فيما يأتي: بين جملتين بينهما علاقة سببية، أي إن إحداهما تكون سببا في الأخرى. سافرت إلى أوروبا، ما السبب في سفري إلى أوروبا؟ طلبا للعلم. فسافري إلى أوروبا سببه طلب العلم، فطلب العلم هو الذي جعلني أسافر. العلاقة بين الجملتين سببية، لذلك وضعنا بينهما علامة الترقيم الفاصلة المنقوطة. غش التاجر زبائنه فقاطعوه، ما سبب المقاطعة هنا؟ وغش التاجر لزبائنه. إذن العلاقة بينهما سببية، فالمقاطعة سببها غش التاجر، لذلك وضعنا بينهما علامة الترقيم
الفاصلة المنقوطة. إذن الموضع الأول بين جملتين بينهما علاقة سببية. أما الموضع الثاني للفاصلة المنقوطة بين جملتين طويلتين بينهما، بين هاتين الجملتين الطويلتين، إما إضراب ويكون ببل، أو استدراك ويكون بلكن أو لكن، أو استثناء ويكون بإلا. احفظها عزيزي الطالب. بين جملتين طويلتين بينهما إضراب، والدلالة على الإضراب هو الحرف بل، أو استدراك والدلالة عليه لكن أو لكنه، والاستثناء والدلالة عليه إلا. يقول: لا تتقدم الأمم بالجهل والفوضى والشعارات الجوفاء بل. لاحظ هنا جملة وأخرى بينهما إضراب، لذلك وضعنا بين الجملتين الفاصلة المنقوطة، بل تتقدم بالعلم والنظام والعمل الدؤوب في صمت. لن تعود فلسطين ولن يهنأ أهلها إلا، استثناء، لذلك وضعنا بين الجملة والتي قبلها الفاصلة المنقوطة. لن تعود فلسطين ولن يهنأ أهلها إلا إذا كانوا يدا واحدة تحمل راية واحدة. الأخلاق تاج النفوس وعنوان المجتمع المتحضر. نعم، ولكن أين الأخلاق اليوم؟ بين الاستدراك ولكن والجملة التي قبلها وضعنا الفاصلة المنقوطة كما وضعناها بعد إلا أو قبل إلا وبل. إذن الموضع الثاني للفاصلة المنقوطة بين جملتين طويلتين بينهما إضراب أو استدراك أو استثناء. أما العلامة الثالثة في درس اليوم فهي القاطعة، النقطة، الوقفة، والثلاثة للإشارة أو لعلامة الترقيم هذه النقطة. إذن نحفظ المصطلح، نحفظ المسمى. تسمى هذه العلامة، تسمى القاطعة والنقطة والوقفة، وهي تدل على وقفة تامة عند القراءة. سميت القاطعة لأنها تقطع الكلام عما بعدها، فالنقطة تنهي الجملة وما بعدها كلام جديد، تقطع ما بعدها عما قبلها. أما سميت النقطة لأنها ترسم نقطة، والوقفة لأننا نقف عليها وقفة تامة عند القراءة. الفاصلة نقف عندها وقفة خفيفة، والفاصلة المنقوطة نقف عندها وقفة متوسطة، أما النقطة نقف عليها وقفة تامة عند القراءة، لذلك سميت الوقفة. ومكانها يكون في نهاية الجملة التي تم معناها. أين ترسم هذه العلامة؟ في نهاية الجملة التي تم معناها، مثل: من تهاون في إخراج الزكاة من ماله أو أنكرها طوقه الله يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبانا مخيفا، ومن أدى حق الله في ماله بارك له فيه وأجزل له الثواب في الآخرة. انتهى الكلام، انتهت الجملة وتم معناها. ماذا نضع في آخرها؟ النقطة أو القاطعة أو كما سميت الوقفة. إذن هذا بالنسبة لعلامات الترقيم في درس اليوم. نكمل في الدرس القادم إن شاء الله ما تبقى من علامات الترقيم. آمل أنكم قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذا الدرس، وإلى لقاء جديد. أشكر لكم متابعتكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تعقلون.